أدهم صبري ضابط مخابرات مصري في 35 من عمره، يرمز إليه بالرمز نون واحد. حرف النون يعني أنه فئة نادرة، أما الرقم واحد فيعني أنه الأول من نوعه. هذا لأن أدهم صبري رجل من نوع خاص، فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة من المسدس إلى قاذفة القنابل وكل فنون القتال من المصارعة وحتى التايكوندو. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لست لغات حية وبراعته الفائقة في استخدام أدوات التنقر والمكياج وقيادة السيارات والطائرات وحتى الغواصات، إلى جانب مهارات أخرى متعددة. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات الحربية، لقب رجل المستحيل. دكتور نبيل فاروق. ارتفع أزيز طائرة المظلات الحربية وهي تشق عباب السماء، وبداخلها وقف شاب طويل وسيم عريض المنكبين في منتصف العقد الثالث من عمره. كان ينظر من خلال باب الطائرة المفتوح إلى السحاب الذي ينطلق فوقه ويلمح الأرض صغيرة من فجواته، عندما جاءه صوت قائد القفز وهو يقول: تأكد من إحكام مظلتك أيها المقدم واستعد للقفز. أجرى الشاب فحصا سريعا لمظلة الهبوط التي يرتديها، ثم ابتسم وهو يسمع قائد القفز يقول: اجذب حبل المظلة عند 1010، كلما انتظرت ازداد الخطر، هل تسمعني؟ أشار الشاب بالسبابة والوسطى علامة النصر، ثم سأل قائد القفز: ما الحد الأقصى لجذب حبل المظلة؟ قطب قائد القفز حاجبيه مفكرا، ثم قال: على ارتفاع 1017 تقريبا، ولكن الخطورة تزداد، ولكن لماذا تسأل؟ ابتسم الشاب ابتسامة غامضة وتجاهل الإجابة عن السؤال، عندما أتاه صوت قائد القفز وهو يصيح: استعد للقفز، اقفز. وبدون لحظة تردد قفز الشاب من هذا الارتفاع الشاهق، أخذ جسده يسبح في الهواء وهو يعد: 1001، 1002، 1003. نظر قائد القفز عبر الباب المفتوح إلى جسد الشاب الذي يسبح كطائر ضخم وابتسم قائلا: يا له من شاب شجاع، لقد قفز دون أن يتردد لحظة واحدة، إنه يفوق أكثر رجالنا شجاعة. ولكن ما الذي يفعله هذا المجنون يا إلهي؟ كان الشاب يواصل العد في الفضاء: 1015، 1016، 1017. ثم جذب حبل المظلة بقوة، فارتفعت المظلة في الهواء وجذبت الشاب بقوة، ثم أخذت سرعة هبوطه تقل حتى أصبح الهبوط هادئا. أخذ الشاب يحرك حبال مظلته حتى لمست قدماه الدائرة البيضاء المرسومة وسط أرض معسكر ضخم، وعلى بعد حوالي 100 متر وقف رجلان، أحدهما برتبة لواء والآخر يرتدي الملابس المدنية. وكان الرجل العسكري يقول: يا له من شاب جريء، هل يجيد مهارات أخرى بنفس الدرجة؟ ابتسم المدني وقال: هل أفاجئك إذا أخبرتك أنه لم يتعلم القفز بالمظلة إلا منذ أسبوع واحد فقط؟ التفت اللواء إلى المدني وصاح في دهشة: مستحيل، إنه يقفز كخبير، هذا عجيب. ابتسم المدني وقال: هذه أحد مميزاته، إنه يتعلم بسرعة فائقة. كان الشاب يلملم مظلته ويعيدها إلى حقيبتها، عندما وصل إليه الرجلان وقف الشاب باحترام وأدى التحية العسكرية. ابتسم المدني وقال وهو يقدم إليه العسكري: اللواء عاطف مختار، قائد القوات الجوية. أدى الشاب التحية العسكرية باحترام وهو يقول: سعدت بلقائك يا سيدي وتحت أمرك. كان هذا الرجل المدني هو الرجل الذي تطلق كل الدول على وظيفته اسم الرجل الغامض، قليلون هم من يعلمون وظيفته، إنه مدير المخابرات الحربية. ابتسم هذا الرجل وهو يسمع السؤال الذي وجهه اللواء عاطف إلى الشاب، فقال: هل تجيد مهارات أخرى أيها الشاب؟ قال الشاب بجدية بالغة:
التعامل مع جميع الأسلحة يا سيدي، من المسدس إلى قاذفة القنابل وكل فنون القتال من المصارعة الرومانية وحتى التايكوندو والاتصالات السلكية واللاسلكية. حدق اللواء عاطف في وجه الشاب بذهول وهو يقول: هذا مدهش. ابتسم مدير المخابرات وقال: هذا بالإضافة إلى نصف دستة من اللغات الحية واستخدام أدوات التنكر بمهارة بالغة. التفت اللواء عاطف إلى مدير المخابرات وقال: وماذا عن نتائج اختبارات معدل الذكاء؟ أعلى بكثير من المتوسط. هز اللواء عاطف رأسه بإعجاب وهو يتأمل الشاب الممشوق القوام في وقفته العسكرية الثابتة، ثم قال: كنت أظن أن مثل هذا الرجل لا يتواجد إلا في الروايات البوليسية فقط. ضحك مدير المخابرات وقال: كنا نظن ذلك أيضا، حتى عمل معنا هذا الشاب أدهم صبري، وهو الوحيد في إدارتنا الذي يحمل رقم نون واحد، وحرف النون يعني فئة نادرة، أما رقم واحد فيعني أنه الأول. ثم التفت إلى الشاب وقال: سأترك لك نصف ساعة لتغتسل وترتب هندامك، ثم أستقبلك في غرفة مكتب قائد المعسكر، هناك مهمة سأسندها إليك. أدى أدهم التحية العسكرية وابتعد بخطوات رشيقة تشبه القفز، على حين التفت مدير المخابرات إلى اللواء عاطف وقال: يعتقد البعض أن وجود مثل هذا الشاب أمر مستحيل، ولو أنك راجعت المهام التي نجح فيها لوجدته ينجز مهام مستحيلة بمهارة فائقة، ولذلك فقد أطلقنا عليه في الإدارة اسم رجل المستحيل. دخل أدهم صبري إلى غرفة قائد المعسكر وأدى التحية العسكرية باحترام. كان يرتدي حلة زرقاء أنيقة ورباط عنق رمادي وشعره مصفف بعناية وحذاءه لامع، وكأنه لم يقفز من طائرة حربية منذ نصف ساعة. وأشار مدير المخابرات إلى مقعد قريب وقال لأدهم: اجلس أيها المقدم، لقد طلبت القوات الجوية مساعدتنا في مهمة صعبة تحتاج إلى رجل مخابرات بارع، ولم يكن هناك من يصلح لهذه المهمة سواك. هيا استمع إلى اللواء عاطف. قال اللواء عاطف وهو يمد يده بصورة فوتوغرافية ملونة إلى أدهم: انظر إلى هذا الرجل جيدا، إنه جمال عمار، واحد من أعظم علماء الطيران في مصر. لقد كان هذا الرجل يضع تصميما سريا لطائرة جديدة، وقد اقتربت تجاربه من النجاح عندما سافر إلى فرنسا لحضور مؤتمر خاص بالطيران الحديث في باريس، وبرغم الحراسة القوية التي كانت حوله فإن هذا الرجل قد اختفى. ظهرت الدهشة لثوان على وجه أدهم، ثم عاد يكتسي بالجمود وسأل باهتمام: ألا يحتمل أن يكون هذا الرجل قد تم تهريبه إلى دولة أخرى؟ هز اللواء رأسه نفيا وقال: لا، لقد رقبنا كل المطارات والطرق بالتعاون مع البوليس الفرنسي. فقال أدهم بهدوء: في صندوق دبلوماسي مثلا؟ ابتسم اللواء وقال: لقد رقبنا كل ما غادر باريس من صناديق بالحجم الذي يتسع للعالم، ورقبناها بأشعة رونتيجن، ولم يسفر ذلك عن شيء مطلقا. قد طب أدهم حاجبيه وقال: إذن فهو لم يغادر باريس. أشار اللواء بسبابته وقال: هذا سليم، ومهمتك هي العثور عليه حيا والعودة به حيا أو... لم يكمل اللواء عبارته ولم يسأل أدهم، فلقد كان يعلم أن رجلا مثل الدكتور جمال عمار يحمل من الأسرار ما يجعل وقوعه في يد الدول المعادية خطرا كبيرا، ومن ثم كان لابد في حالة عدم التمكن من إعادته حيا أن يقتل، برغم ما يثير هذا من الضيق في نفس أدهم. بعد لحظات من الصمت قال مدير المخابرات: ستسافر غدا في طائرة السابعة صباحا إلى باريس، وستقيم في نفس الغرفة التي كان يقيم فيها الدكتور جمال عمار. وابتسم مدير المخابرات وهو يقول: سيكون بصحبتك رفيق. ضاقت حدقة أدهم وهو ينظر إلى مدير المخابرات منتظرا باقي العبارة، ثم اتسعت عيناه دهشة عندما قال المدير: إنها فتاة، الملازم منى، منى توفيق،
إنها أول فتاة تنضم إلى جهاز المخابرات، وهي ذكية وشجاعة و... تجرأ أدهم وقاطع رئيسه قائلا: ولكن يا سيدي، أنا أعمل وحدي دائما ولقد اعتدت على ذلك، ثم إنها فتاة وهذا أكثر مما أستطيع احتماله، وأنا أحتاج إلى هدوء أعصابي التام في هذه المهمة. قطب المدير حاجبيه وقال بحزم: سترافقك أيها المقدم، هذا أمر. ضغط أدهم على أسنانه وقال: أمرك يا سيدي، هل تسمح لي بالانصراف لإعداد ما يلزم؟ أشار إليه المدير أن ينصرف، وما إن أغلق الباب خلفه حتى التفت المدير إلى اللواء عاطف قائلا: هذه هي نقطة النقص الوحيدة فيه، إنه لا يثق في الجنس اللطيف مطلقا. قاد أدهم سيارته وهو مقطب الجانبين، كان يكره أن يعمل مع فتاة وخصوصا فتيات الشرطة، لا بد أنها قبيحة ونحيلة جدا، هذا ما قاله لنفسه مبررا التحاق فتاة بسلك المخابرات. ثم عادت الابتسامة إلى وجهه وهو يقول لنفسه: حسنا، سأعمل وحدي كما اعتدت، سأتجاهلها تماما، سأكلفها بمهام حقيرة حتى تبتعد عن طريقي تماما، وربما نجحت في حملها على تقديم استقالتها من المخابرات. هبط من السيارة أمام منزله وأخذ يصعد في درجات السلم بمهارة ورشاقة، وفي شقته خلع الحلة وألقاها بإهمال على مقعد قريب، ثم دخل إلى غرفته وأخذ يعد حقيبته، وحرص على أن يضع فيها علبة متوسطة الحجم من الخشب المنقوش، وضعها بعناية وأحاطها بثيابه، ثم أغلق الحقيبة واستلقى بملابسه على السرير، رفع ذراعيه ليستند برأسه عليهما، وأخذ يفكر: كيف يمكن العثور على رجل في باريس كلها؟ من أين يبدأ البحث يا ترى؟ لقد كان الرجل يقيم في الفندق وقت اختفائه، فهل المختطفون من نفس الفندق؟ أو أنهم أقاموا في الفندق لهذا الغرض فقط؟ ثم كيف أمكن إخراجه من الفندق تحت سمع وبصر رجال الأمن؟ استغرق أدهم في التفكير حتى سمع سماعة الحائط تدق معلنة الواحدة صباحا، فقال محدثا نفسه بصوت عال: اللعنة، لن أحصل على القدر الكافي من النوم لنؤجل إجابات هذه الأسئلة حتى نصل إلى باريس. ثم مد يده وأطفأ المصباح، ولكن ذهنه ظل يعمل، كان يحاول أن يجد تفسيرا مقنعا لاختفاء هذا العالم. ثم انتقل تفكيره دون وعي منه إلى رفيقة مهمته، شعر بالضيق عندما وصل إلى هذه النقطة وقال وهو يضع الوسادة فوق رأسه: هذا ما كان ينقصني، أدهم صبري يعمل مع فتاة، يا لها من مهزلة. أخذ ركاب شركة مصر للطيران يصعدون إلى الطائرة، على حين أخذ أدهم يبحث ببصره عن فتاة نحيلة. لم يكن بين ركاب الطائرة من تنطبق عليها هذه الأوصاف، وسرعان ما اتخذ مكانه بداخل الطائرة، وأتاه صوت مضيفة الطائرة عبر الميكروفون الداخلي وهي تقول: تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 975 المتجهة إلى باريس، نرجو من السادة الركاب ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين. عاون أدهم الشابة الجالسة إلى جواره على ربط حزام مقعدها، ثم استرخى في مقعده، وما إن أقلعت الطائرة حتى مد يده ليحل حزامه، ولكنه تسمر فجأة على صوت الفتاة وهي تقول: إذن فأنت نون واحد تماما كما تصورتك. التفت أدهم بحركة حادة إلى الفتاة المجاورة له وضاقت حدقتاه وهو يتفحصها بدقة، كانت سمراء جميلة لها شعر أسود فاحم مسترسل بنعومة على كتفيها وعينان سوداوان، كانت تبتسم برقة وهي تتأمله بدورها. قطب أدهم حاجبيه، كانت مواصفات الفتاة تختلف تماما عما تصوره، وتمتم وهو يضغط على أسنانه: إذن فهو أنت؟ ابتسمت الفتاة وقالت بنفس الصوت الهامس: الملازم منى توفيق، في خدمتك يا سيادة المقدم. شملهما الصمت فترة، كان أدهم خلالها يحاول إقناع نفسه بالتعامل مع منى كزميلة عمل، ولما طال الصمت قالت: أعتقد أنه ينبغي علي أن أخبرك بأنني سأقيم في الفندق تحت اسم وفاء جمال عمار، ابنة العالم المختفي جمال عمار،
وهذا يجعل من السهل علي أن أوجه العديد من الأسئلة المباشرة حول اختفاء الدكتور جمال دون أن يشير ذلك إلى أنني من أفراد المخابرات المصرية. فقال أدهم بلهجة جافة دون أن يلتفت إليها: ولكن هذا يعرضك للخطر. قالت منى بهدوء: نعم أعلم ذلك، ولكنه الواجب. أدار أدهم وجهه إليها وقال ببرود: هل تحاولين تظاهر بالشجاعة أيتها الفتاة؟ إننا نعمل في المخابرات الحربية ونواجه رجالا أشداء يعملون في المجال نفسه، وإذا كانت هذه أول مهماتك فينبغي علي أن أحذرك، إن هذا المجال لا يصلح للنساء. قالت منى بلهجة تحد: لماذا؟ نحن لا نقل عنكم ذكاء أيها الرجال، ثم إنني أجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة وكذلك كل فنون القتال، فماذا ينقصني إذن؟ ابتسم أدهم وقال ساخرا: والقسوة، في عملنا هذا يجد الإنسان نفسه مضطرا لاتخاذ إجراءات غاية في القسوة لصالح الوطن، وهذا ما ينقصكم أيها النساء. أدارت منى وجهها لتنظر من النافذة وهي تقول: لا أعتقد أن القسوة صفة تستحق الفخر. قال أدهم وقد بدأ الجفاف الذي يملأ لهجته يذوب: أوافقك على ذلك، ولكنها تكون أحيانا ضرورة مع الأسف. ظل صامتين فترة طويلة قبل أن تسأله منى: تحت أي اسم ستقيم بالفندق؟ قال أدهم دون أن يلتفت إليها: باسمي أدهم صبري، رجل أعمال مصري، إنني أسافر دائما بنفس الاسم، وجواز سفري يحمل هذه الصفة. عاد الصمت يلفهما حتى سمع صوت مضيفة الطائرة تعلن وصولها إلى مطار أورلي بباريس، وقبل أن يهبط من الطائرة همس أدهم في أذن منى قائلا: من المفترض أن أحدنا لا يعرف الآخر، لن نصل سويا إلى الفندق. أومأت منى برأسها إيجابا دون أن تلتفت إليه. بعد حوالي نصف ساعة كان أدهم صبري يعبر مدخل فندق بلازا. أسرع رجل يلتقط حقيبته ويسير ورائه في استقبال الفندق، حيث قال بلغة فرنسية سليمة: اسمي صبري، صبري أدهم، هناك جناح محجوز باسمي. قلب الرجل في دفتر ضخم موضوع أمامه، ثم صاح بلهجة مرحبة: أوه ميسيو صبري، الجناح رقم 4، جواز سفرك إذا سمحت. ناوله أدهم جواز سفره، وبعد أن نقل الرجل البيانات اللازمة ناول الجواز إلى أدهم قائلا: أرجو أن تكون إقامتك في فندقنا ممتعة يا ميسيو صبري، هل لك طلبات خاصة؟ نعم، أريد استئجار سيارة بورش حديثة. ابتسم الرجل وقال: آه بارش، أنت تهوى السرعة إذن يا ميسيو صبري. قبل أن يجيبه أدهم أتى صوت من ورائه يقول: اسمي وفاء، وفاء جمال عمار، أعتقد أن هناك غرفة محجوزة باسمي. حدق موظف الاستقبال في وجهها لحظة، ثم أخذ يقلب في الدفتر الذي أمامه وقال: نعم هناك غرفة محجوزة باسمك يا مزموديل، جواز سفرك إذا سمحت. وبينما كان الرجل يسجل بيانات الجواز قال دون أن يرفع رأسه: آسف لما حدث لوالدك يا مادموزيل، أؤكد لك أن هذه أول مرة يحدث مثل ذلك في فندقنا. قالت منى وهي تتأمل الرجل بدقة: ما الذي حدث لوالدي بالضبط يا سيدي؟ قال الرجل وهو يناولها جواز السفر الخاص بها: لا أحد يعلم يا مادموزيل ماذا حدث بالضبط، لقد اختفى من الفندق فجأة، ولولا أنه رجل معروف ذو سمعة مضمونة لظننا أنه هرب قبل تسديد حساب الفندق. ابتسمت منى وقالت: سأقوم بتسديد حساب والدي بالكامل. احمر وجه الرجل خجلا وصاح بارتباك: أوه لم أقصد ذلك مطلقا يا مادموزيل، لن يقبل الفندق ذلك. كان أدهم يستمع إلى هذا الحوار باهتمام، ثم استدار ليتبع الرجل الذي يحمل حقيبته إلى الجناح الذي سيقيم فيه، وما إن خطى عدة خطوات حتى تسمر في مكانه وامتلأت نفسه بالغيظ عندما جاءه صوت منى وهي تقول بالفرنسية وبصوت مرتفع يسمعه جميع الحاضرين: إلى أين يا سيد أدهم؟ ألم تعدني ونحن في الطائرة أن تصحبني لزيارة برج إيفل؟ أوقف أدهم السيارة البورش أسفل برج إيفل وهبط منها بصمت، ثم دار حولها وفتح الباب المقابل ليسمح لمنى بالهبوط.
هبطت منى بصمت هي الأخرى. ارتكن أدهم إلى السيارة وعقد ساعديه وهو يقول بلهجة جافة وقد بدأ الضيق على وجهه واضحا: هل لي أن أفهم هذا التصرف الأحمق الذي قمت به في بهو الفندق؟ ألم نتفق على أن كل منا لا يعرف الآخر؟ ما معنى مخالفتك لأوامري؟ هل نسيت رتبتك أيها الملازم؟ تخضب وجه منى وهي تقول: لا يا سيدة المقدم، لم أنسى رتبتي كما لم أنسى اتفاقنا في الطائرة، ولكن... قاطعها أدهم قائلا بغيظ. أطرقت منى وقالت: عندما التفت لأتوجه إلى غرفتي شاهدت رجلا أصلع ضخم الجثة يختلس النظر إلينا. هذا الرجل كان يجلس في المقعد المقابل لنا في الطائرة، ولابد أنه قد رأنا معا وشاهدنا نتحدث سويا. لقد استنتجت أن لهذا الرجل علاقة باختفاء الدكتور جمال، وإلا ما لفت هذا الاسم الذي اتخذته انتباهه إلى هذا الحد، ولذلك كان لابد أن أجد تبريرا لحديثنا معا في الطائرة. ولقد ظننت أن تظاهرنا بعدم معرفة أحدنا للآخر سيثير الشك في هذه الحالة، هذا كل ما في الأمر. صمت أدهم تماما. كان المنطق الذي تتحدث به منى سليما إلى درجة لا يمكن معه مناقشتها. ثم قطع أدهم الصمت وهو يمسك بذراع منى قائلا: هيا سنشاهد باريس سويا من برج إيفل. بعد فترة قصيرة كانت منى تتأمل مدينة باريس، مدينة الفن والجمال، من أعلى برج إيفل. استنشقت الهواء بقوة وقالت في هيام: هذا المشهد جميل للغاية، لم أتصور أن باريس تبدو بهذا الجمال من فوق برج إيفل. تجاهل أدهم تعليقها وقال بجدية: أعتقد أن هذا الأصلع الضخم سيكون أول الخيط الذي يقودنا إلى العثور على الدكتور جمال. التفتت إليه منى قائلة: نعم، أنا واثقة أن لهذا الرجل علاقة باختفاء الدكتور جمال. لقد كان يختلس النظر إلينا باهتمام عندما سمع الاسم الذي اتخذته في الفندق. استند أدهم بكفه إلى سور الشرفة العلوية ببرج إيفل وقال: هذا الموقف يبدل الخطة تماما، يجب أن نتفق على خطة جديدة تعتمد على معرفة كل منا بالآخر. وفجأة دفعها أدهم بيده جانبا وهو يقفز إلى الجانب الآخر صائحا: احترسي. سقطت منى على الأرض وقد أصابتها الدهشة، ومر بجوار أذنها أزيز عجيب. عندما التفتت خلفها كان أدهم ينقض على أحد الرجلين يحمل كل منهما مسدسا مزودا بكاتم للصوت. قفز أدهم وأصاح بمسدس أحد الرجلين بركلة قوية، وما إن لمست قدماه الأرض حتى عاجل الرجل الآخر بلكمة ألقته أرضا وأفلتت قبضته المسدس. تسمرت منى وهي تشاهد أدهم يقاتل الرجلين بمهارة وسرعة. كان في هذه اللحظة يوجه عدة ضربات متتالية وسريعة إلى وجه أحدهما على حين يحاول الآخر التقاط مسدسه، وقبل أن ينجح في ذلك كان أدهم قد سقط فوقه ولم يطل التحامهما إذ عاجله أدهم بضربة قوية على مؤخرة عنقه أفقدته الوعي. ثم أمسك برسغ منى وأسرع الخطى إلى المصعد ليهبط من البرج. قالت منى وهي لم تتغلب على دهشتها بعد: كيف عرفت أنهما خلفنا؟ قال أدهم وهو يدفعها داخل المصعد: أنا لا أخطئ أبدا في تمييز صوت مسدس موريس عيار 9 ملي وهو يعد للاستخدام. نظرت إليه منى بإعجاب وقالت: سرعة استجابتك رائعة أيها المقدم. أجابها أدهم بضيق دون أن يلتفت إليها: وسرعة استجابتك ضعيفة جدا أيها الملازم. كان المصعد قد وصل إلى الطابق السفلي، وأخذ أدهم يحث الخطى إلى حيث تقف السيارة البورش، ودفع منى داخلها بخشونة. ثم أسرع يجلس أمام عجلة القيادة وينطلق بالسيارة. وقالت منى: ولكن لماذا فعل ذلك؟ قال أدهم وهو ينظر إلى الطريق أمامه: لأنك ابنة العالم الكبير كما يعتقدون، ولقد سمعك الجميع في الفندق تقولين أننا سنذهب إلى برج إيفل. ساد بينهما الصمت على حين أخذ أدهم يفكر: كيف يمكن إبعاد منى عن هذا الخطر؟ لماذا لم يتركوه ليعمل وحده كما اعتاد دائما؟ لا بد أن يكلفها عملا بسيطا يشغل وقتها حتى يعمل براحته، ولكن ما هذا العمل؟ توقفت السيارة البورش أمام فندق بلازا، وأسرع أحد العاملين يفتح باب السيارة.
هبط أدهم وتبعته منى وصار جنبا إلى جنب، وقبل أن يفترق في ردهة الفندق قال لها أدهم بالعربية: الزمي غرفتك ولا تغادريها حتى أحضر إليك، سأدق 3 دقائق متتالية، لا تفتح الباب لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. صعد أدهم إلى الجناح الذي يقيم فيه واتجه إلى حقيبته وفتحها وأخرج الصندوق الخشبي الصغير بعناية وفتحه، وتداول منه مسدسا ضخما وجرابا من ذلك النوع الذي يعلق في الكتف. ثبت المسدس أسفل إبته الأيسر بعناية وهو يقول لنفسه: أنا لا أحب حمل الأسلحة، ولكن يبدو أننا نتعامل مع أشرار لا يلقون اهتماما إلى قواعد اللياقة. ثم اتكأ على سريره وقال لنفسه: لا بد أن أبحث عن مهمة وهمية لإبعاد منى عن الخطر، إن هذه الفتاة تزيد الأمر صعوبة، لقد أضيفت حمايتها إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقي. اللعنة، لو أنني ظللت أفكر في الوسائل الكافية لإبعادها عن الخطر لما وجدت الوقت الكافي للبحث عن الدكتور جمال. قام واقفا والتقط سترته وارتداها، ثم غادر الفندق وعلى وجهه ابتسامة غامضة. في أحد الأحياء الهادئة من باريس وبداخل مبنى مميز بذلك العلم الذي يجمع بين اللونين الأزرق والأبيض، وقف الرجلان اللذان هاجما أدهم ومنى في برج إيفل أمام رجل قصير القامة أجدع الأنف له كرش بارز وعينان ضيقتان. كان الرجل القصير باد الغضب وهو يقول: من أجل الفشل تتقاضيان أجركما، كيف لم تنجح في القضاء على فتاة؟ تردد أحد الرجلين قبل أن يقول: لقد كان القضاء على الفتاة سهلا، ولكن هذا الشيطان الذي يرافقها. انتبهت حواس الرجل القصير وهو يسأل: من يرافقها؟ هل يرافقها أحد؟ شيطان يتحرك بسرعة خارقة وله قبضة قوية وسرعة استجابة مذهلة، لقد دفعها بعيدا عن مجال رصاصنا برغم أنه كان يعطي ظهره لنا. ازدادت عين القصير ضيقا وهو يبتسم بخبث قائلا: هكذا، لقد ميز صوت مسدسيكما وهما يعدان للاستخدام، إذن هذه المقدرة لا تتوفر إلا لمحترف، فليقطع ذراعي إن لم يكن هذا الرجل ضابطا في المخابرات المصرية. ثم أشار إليهما وقال: هل عرفتما اسمه؟ قال أحد الرجلين: نعم، لقد أخبرنا يائيل أنه يقيم في الجناح رقم 4 في نفس الفندق الذي تقيم فيه الفتاة، وينزل تحت اسم أدهم صبري رجل أعمال مصري. أمسك القصير بذقنه وأخذ يحكها قائلا: أدهم صبري، لابد أن هذا ليس اسمه الحقيقي بالطبع. ثم التفت إلى الرجلين قائلا: دعكما من موضوع الفتاة وأبلغ يائيل أن يقوم بتصفية هذا الرجل، لابد أن يغادر الدكتور جمال فرنسا في أسرع وقت، ولابد أن ندمر كل من يحاول الوقوف في طريق ذلك. وفي نفس اللحظة كانت منى تجلس في غرفتها في فندق بلازا عندما سمعت 3 طرقات متوالية على باب غرفتها، أسرعت تفتح الباب. كانت هذه هي الإشارة التي اتفقت عليها مع أدهم. دخل أدهم إلى الغرفة وقال وهو يجلس على مقعد قريب: هل طرق أحدهم بابك قبل أن أصل؟ أشارت منى برأسها نفيا، فتابع قائلا وهو يميل إلى الأمام: هناك مهمة سأسندها إليك. ابتهجت منى عند سماعها هذه العبارة، فهي تعني أن المقدم أدهم أصبح يثق بها إلى درجة تكليفها مهمة. استمعت إليه باهتمام وهو يقول: في الجناح المجاور لذلك الذي أقيم فيه يوجد شاب فرنسي وجده العجوز، وهذا الجد ضعيف ومريض إلى درجة تمنعه من مغادرة الجناح، وهو عنيد ويرفض الإقامة في المستشفى، ويبدو أنه ثري جدا لدرجة أنه يقيم هنا في البلازا. أريد منك أن تجمعي كل المعلومات الممكنة عن هذا الشاب وجده. عندي من الأسباب ما يدفعني إلى الاعتقاد بأن لهم يدا في اختفاء الدكتور جمال. رفعت منى حاجبيها دهشة وقالت: شاب وجده، كيف يمكنهم اختطاف الدكتور جمال؟ قال أدهم بجدية: هذا ما أريد منك أن تبحثي عنه.
ابتسمت منى وقالت وهي تؤدي التحية العسكرية: أوامرك يا سيدي. وقال أدهم وهو يغادر الغرفة: فور توصلك إلى أي معلومات أخبريني بها في الحال. وما أن أغلق الباب خلفه حتى أسرع إلى غرفته وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة. كان يعلم أن هذا الأمر كفيل بإبعاد منى عن دائرة الخطر، فسوف يصبح مكان عملها قاصرا على الفندق، مما يتيح له فرصة العمل وحده بحرية كما اعتاد. وقد اختار هذا الرجل العجوز وحفيده بالذات بعد أن علم أنهما يقيمان بالفندق قبل وصول الدكتور جمال. المهم أن يختلق لمنى ما يبعدها عنه. وفي غرفته أخرج صورة الدكتور جمال وأخذ يتأملها بدقة. كان يريد أن يحفر هذا الوجه في ذاكرته جيدا، بشعره الأشيب ووجهه المستدير وعينيه الضيقتين. وقبل أن يعيد الصورة إلى حقيبته سمع دقا على باب الغرفة. أسرع يسحب مسدسه وهو يقترب من باب الغرفة ويقول: من بالباب؟ أتاه صوت غليظ يقول بفرنسية سليمة: خدمة الغرف يا سيدي. أزاح أدهم مزلاج الباب بحذر، وقبل أن يفتح دفع أحدهما الباب بقوة فاصطدم به أدهم وألقاه أرضا. وعندما رفع عينيه اصطدمت برجل أصلع يمسك بيده مسدسا ضخما مزودا بكاتم للصوت. كان الأصلع يبتسم وهو يصوب مسدسه إلى رأس أدهم ويضغط على الزناد. قفز أدهم جانبا بحركة بارعة متفاديا الرصاصة التي أصابت أرضية الغرفة، ثم هب واقفا على قدميه. وقبل أن يصوب الأصلع مسدسه مرة أخرى كانت قبضة أدهم تطيح به إلى ركن الغرفة. زمجر الأصلع بشراسة كاشفا عن أسنانه السود، ثم قفز كالخرتيت ناحية أدهم الذي تلقاه بركلة قوية في وجهه. ترنح الرجل قليلا ولكنه لم يسقط أرضا برغم قوة الركلة، وأخذت عيناه تقدحان شررا وهو يخور كالثور ويدور في الغرفة محاولا الوصول إلى مسدسه. كان مسدس أدهم قد أفلت من يده عندما سقط أرضا، ولذلك كان عليه أن يقاتل بذراعيه فقط. وقرر فجأة أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، فقفز برشاقة مسددا ركلة قوية في وجه الأصلع الذي تفاداها بساعده، ثم وجه قبضته بقوة إلى وجه أدهم. كان الرجل قويا حتى أن لكمته ألقت بأدهم بعيدا. مسح أدهم خيط الدم الذي سال من شفتيه، ثم ابتسم وقال للأصلع: يبدو أنك تقوم بدور دبابة يا صديقي. حسنا، سأقوم أنا بدور الـRPG. ثم قفز برشاقة واقفا واندفعت قبضته اليسرى إلى معدة الأصلع وعقبها يمناه في وجهه ثم يسره في عنقه. زمجر الأصلع بوحشية والدم يسيل من أنفه يسيل غزيرا، ثم قفز على أدهم بجنون. كان هذا بالضبط ما يريده أدهم، أن يفقد الأصلع سيطرته على أعصابه وبالتالي قدرته على القتال المنظم. فقفز جانبا ثم أطلق حافة يده كالسيف على مؤخرة عنق الأصلع الذي أحدث صوتا مزعجا وهو يرتطم بأرضية الغرفة وقد غاب عن الوعي. أسرع أدهم ينتزع حبال الستائر وقيد ذراعي الأصلع خلف ظهره، ثم قيد قدميه بقوة وجلس على سريره يلهث. ابتسم وهو ينظر إلى الأصلع الذي بدأ يهز رأسه ويعود إلى الوعي. كان انتصار أدهم على هذا الوحش نقطة هامة جدا، فهذا الرجل سيكون أول الخيط الذي يقوده إلى الدكتور جمال، وما هي إلا لحظات حتى كان الرجل قد استعاد وعيه تماما وأخذ يحدق في وجه أدهم بشراسة. وضع أدهم فوهة مسدسه على صدغ الأصلع وقال: ما رأيك في أن نصبح أصدقاء أيها الفيل؟ ستخبرني قد طفلي المهذب أين أخفيتم الدكتور جمال، وأنا أتنازل عن إطلاق النار. نظر إليه الأصلع بتحد ولم يتفوه بكلمة. ألقى أدهم بمسدسه وأمسك بمسدس الأصلع المزود بكاتم الصوت وقال مبتسما: من الأفضل استخدام هذا المسدس الصامت يا صديقي، فأنا مثلك لا أرغب في إزعاج نزلاء الفندق عندما أطلق الرصاصة على رأسك. قال هذا وألصق المسدس بجبهة الأصلع
ثم جذب صمام الأمان. صاح الرجل بفزع: لحظة، من قال أنني لن أتكلم؟ فقد كنت ألتقط أنفاسي. ابتسم أدهم في قرارة نفسه وهو يعيد المسدس إلى وضع الأمان. كان هؤلاء الرجال من القسوة حتى أن أحدا منهم لا يتصور أن أدهم لا يمكن أن يطلق النار على إنسان إلا دفاعا عن حياته فقط، وكان من الأفضل ألا يعلم ذلك. قال أدهم: حسنا، أخبرني إذن أين تخفون الدكتور جمال؟ تردد الرجل قليلا، فعاد أدهم يصوب المسدس إلى رأسه، وصاح الرجل رعبا: انتظر، سأخبرك، إنه هنا. قطب أدهم حاجبيه وقال: هنا؟ ماذا تقصد بذلك؟ شيء ما في نظرات الأصلع التي تحولت إلى ما خلف أدهم وملامحه التي اكتست بالارتياح، بالإضافة إلى تلك الحاسة العجيبة المسماة بغريزة الشعور بالخطر، كل هذه العوامل مجتمعة جعلت أدهم يستدير بسرعة إلى حيث باب غرفته. مرقت بجواره رصاصة صامتة وسمع صوت عظام سميكة تنكسر. لم يشعر بأي نوع من الألم، وتحركت يده بسرعة ليطلق الرصاص مصيبا بدقة مسدس الرجل الذي كان يقف بالباب. صاح الرجل متألما عندما طار المسدس من يده، ثم أسرع يجري عبر الممر الواسع الذي يضم الأجنحة الفخمة. أسرع أدهم خلفه، ولكن الرجل كان قد اختفى عندما وصل أدهم إلى باب غرفته. كان الممر خاليا والهدوء شاملا. قطب أدهم حاجبيه ثم استدار لينظر داخل الغرفة، ففوجئ بالأصلع ملقى على الأرض، وفي منتصف جبهته تماما ثقب صغير تسيل منه الدماء. فهم أدهم في هذه اللحظة ذلك الصوت الذي سمعه لعظام تتكسر، لقد كانت جمجمة الأصلع. هز رأسه بأسى ثم اتجه إلى جهاز التليفون وطلب رقما، وما إن جاءه صوت موظف الاستقبال حتى قال: صلني بالشرطة، يريد الإبلاغ عن جريمة قتل. أخذ مفتش البوليس الفرنسي يحدق في جثة الأصلع والرصاصة التي اخترقت جمجمته، ثم قال: إذن فأنت تدعي أن هذا الرجل قد أصيب خطأ في أثناء محاولة إطلاق النار عليك يا مسيو سابري؟ أومأ أدهم برأسه إجابا، وهز مفتش البوليس رأسه غير مصدق وقال: وبرغم هذا أجد في غرفتك مسدسين، أحدهما مزود بكاتم للصوت، وثالث في الممر أمام غرفتك مزودا أيضا بكاتم للصوت. ما مهنتك بالضبط يا مسيو صبري؟ أجاب أدهم بهدوء: أنا رجل أعمال مصري، وهذا مدون في جواز السفر الخاص بي. قلب مفتش البوليس الجواز بين يديه، ثم عاد يهز رأسه ويقول: أشك في ذلك، على العموم عليك ألا تغادر باريس قبل انتهاء التحقيق. أومأ أدهم برأسه موافقا، ثم التفت يتابع رجال الإسعاف وهم ينقلون جثة الأصلع، على حين قال المفتش: سأحتفظ بكل هذه الأسلحة يا مسيو صبري حتى ينتهي التحقيق. وما إن غادر مفتش البوليس الغرفة حتى ابتسم أدهم وقال لنفسه: لقد أحسنت صنعا بحل وثاق الأصلع قبل وصول رجال الشرطة. كان من الصعب أن أفسر لهم وجود الرجل المقيد اليدين والقدمين ومصاب برصاصة في جبهته في جناحي. ثم جلس على مقعد وثير وأغلق عينيه وأخذ يفكر: لقد أخبرني الأصلع قبل مصرعه أن الدكتور جمال هنا. ماذا يعني بذلك يا ترى؟ هل يقصد أنه هنا في باريس أو أنه هنا في الفندق؟ لا بد أنه كان يقصد الفندق، لا بد من تفتيش هذا الفندق بدقة، ولكن كيف؟ أخرجه من تأملاته صوت طرقات ثلاث على باب غرفته، فقال بهدوء: ادخلي يا منى. دخلت منى وأغلقت الباب خلفها وسألته بصوت خافت: ما الذي حدث في غرفتك؟ لقد شاهدت رجال الشرطة الفرنسيين يغادرونها منذ قليل. ابتسم أدهم وقال: اختلاف بسيط في وجهات النظر بيني وبين ذلك الأصلع الذي رأيته في الطائرة. أطلقت منى صيحة دهشة وقالت: يا إلهي، هل حضر إلى هنا؟ وماذا حدث بالضبط؟ تجاهل أدهم أسئلتها وقال:
هل توصلت إلى شيء في المهمة التي أسندتها إليك؟ جلست منى على المقعد المجاور له، وأخرجت من حقيبتها ورقة وأخذت تقرأ. الشاب يدعى جان لوي، أما جده فهو رجل في السبعين من عمره يدعى فرانسوا، وهما يقيمان هنا منذ 15 يوما، أي قبيل اختفاء الدكتور جمال بثلاثة أيام. والعجوز لم يغادر غرفته منذ مجيئه، ويتناول الوجبات فيها، ولقد تم استدعاء طبيبه الخاص 5 مرات منذ حضوره بسبب نوبات الهياج التي يصاب بها. كان أدهم يستمع إلى منى بملل شديد، وما إن انتهت حتى قال: في المرة القادمة لا تدوني المعلومات على ورقة، فهي دليل على أنك تعملين معنا. احمر وجه منى خجلا وقالت بارتباك: كان هذا خطأ، لن يتكرر أبدا، أعدك بذلك يا سيادة المقدم. مال أدهم إلى الأمام وقال بجدية: في هذا الطابق 4 أجنحة، أقيم أنا في أحدها، ويقيم العجوز وحفيده في آخر. أريد منك أن تعرفي من يقيم في الجناحين الآخرين. لقد أطلق علي الرصاص رجل مقرنع منذ حوالي ساعة، واختفى بسرعة لا تسمح له باستخدام المصعد أو هبوط الدرج. الحل الوحيد أنه يقيم في أحد الأجنحة بهذا الطابق. فهمت، سأجمع كل المعلومات عن المقيمين في هذا الطابق، قال أدهم بجدية. أريد كل المعلومات مهما كانت تافهة، الجنسية، الديانة، العادات، كل شيء. قد طبت منى حاجبيها وسألتها: الديانة؟ هل تعتقد؟ قاطعها قائلا: هذا أول ما يتبادر إلى الذهن، فهذا أسلوبهم المميز. ثم أكمل وهو يرتدي سترته: ربما أتغيب هذا المساء، لا تقلقي، هل لديك مسدس؟ أومأت برأسها إجابا فقال: وهل تجيدين استخدامه؟ ابتسمت منى وهي تقول: إجادة تامة يا سيادة المقدم، هل نسيت أنني ملازم في... أسكتها أدهم بإشارة حادة من يده وهو مقطب الحاجبين بضيق وقال: أنت وفاء جمال عمار، لا تنسي ذلك، لا تنسي ذلك مطلقا. سألته باهتمام وهي تشاهده يثبت عود ثقاب خشبي في باب غرفته: ما هذا يا سيادة المقدم؟ قال أدهم وهو يضغط على أسنانه غيظا: اسمي أدهم صبري، رجل أعمال مصري، لا تنسي هذا أيضا. ثم تابع وهو يشير إليها بالخروج: أمامي بعض العمل خارج الفندق، حافظي على نفسك جيدا، لا أريد أن أعود فأجد ثقبا صغيرا يزين جبهتك. قد طبت منى حاجبيها وهي تغادر الغرفة بصمت، وأغلق أدهم الباب بهدوء وحرص، ثم التفت إليها وقال: قومي بتحرياتك بدقة وحرص، هذه أول مهمة أسندها إليك. قاطعته منى مبتسمة: الثانية، الأولى كانت خاصة بالشاب وجده. كتم أدهم ضحكة كادت تفلت من بين شفتيه وقال: إنها الثانية، كنت أقصد ذلك. ثم أسرع يستقل المصعد تاركا إياها في الممر الخالي. في ذلك المبنى المميز بالعلم الأبيض والأزرق، وقف الرجل القصير أمام شاب أبيض الوجه أجدع الأنف. قال القصير بغضب: هذا العمل لا يصلح، ستتسببون في إقالتي من منصبي، لقد فشلتم في التخلص من الفتاة أولا، ثم قتلت أنت يا إيل برصاصتك، وفشلت في التخلص من رجل المخابرات المصري. ماذا دهاكم؟ العالم كله يعرف أنكم محترفون في هذا المجال. تلعثم الشاب وهو يقول: رجل المخابرات المصري، هذا شيطان يا سيدي، هل كنت تتصور أنه يستطيع التغلب على يائيل؟ صاح الرجل القصير بغضب: أنا لا أتصور شيئا، دولتنا لا تقبل التبريرات، الفشل عندنا ممنوع وعقوبته خطيرة، لابد أن تنجحوا في التخلص من رجل المخابرات المصري. ثم ضحك فجأة مفكرا وعاد يقول: تقول إنه يقود سيارة بورش، أهي ملك له أم استأجرها؟ بل استأجرها يا سيدي. برزت أسنان الرجل وهو يبتسم ابتسامة خبيثة ويقول: إذن فهو لا يعلم ملامحها جيدا. ثم التفت إلى الشاب وقال:
ما دام يهوى البرج فسنحولها إلى قبر له. ثم انفجر بدحقة عالية وشاركه الشاب فيها. كان الوقت ليلا عندما التفت كبير الطهات إلى الشاب الذي دخل إلى المطبخ وسأله: مهلا، لم أرك هنا من قبل، هل أنت جديد هنا؟ قال الشاب بتلعثم وبفرنسية سليمة: نعم يا سيدي، لقد التحقت بهذا العمل اليوم صباحا. كان الشاب أشقر الشعر، له عينان زرقاوان وشارب كث. سأله كبير الطهاة: ما اسمك؟ أجابه الشاب باحترام: سيمون كلود يا سيدي. ابتسم كبير الطهاة وقال: أرجو أن تجد العمل معنا ممتعا يا كلود. قال كلود وهو مطرق: أتعشم ذلك يا سيدي. بعد هذا الحوار بلحظات، كان كلود يمسك بمصباح يدوي صغير وهو يفحص قبو الفندق بعناية، وقال لنفسه وهو يعمل: أين يمكن أن يضعه يا ترى؟ لقد فحصت الفندق كله ولم أجد ما ينم عن وجوده. صعد كلود إلى المطبخ مرة ثانية فاستقبله كبير الطهاة قائلا: أين كنت يا كلود؟ كنت أبحث عنك. خذ هذا العشاء إلى الجناح رقم 3 وزجاجة الشراب هذه إلى الجناح رقم 2. حمل كلود العشاء وزجاجة الشراب مستقلا المصعد إلى حيث الطابق الذي يضم الجناحين، وقال لنفسه وهو يتجه إلى الجناح رقم 3: لننتهي أولا من هذا العجوز وحفيده، ثم نتفرغ للجناح رقم 2. طرق الباب وانتظر حتى جاءه صوت من الداخل يدعوه للدخول. دفع كلود الباب ودخل إلى الغرفة. كان هناك رجل عجوز أصلع الرأس تماما، له شارب أشيب ضخم. كان هذا العجوز مستلقيا على الفراش مغمض العينين، وكان من الواضح أنه في سبات عميق. وبجوار السرير جلس شاب هادئ، حدق في وجه كلود لحظة ثم قال: هل أنت جديد هنا؟ أجاب كلود بهدوء: نعم يا مسيه، لقد تسلمت عملي صباح اليوم فقط. أومى الشاب برأسه علامة الفهم، ثم أشار إلى جده النائم وقال بأسى: جد المسكين لا يفيق من غيبوبته إلا قليلا، وهذا بسبب تلك المهدئات التي يصر هؤلاء الأطباء الأغبياء على ملء معدته بها. قال كلود وهو يصف أطباق العشاء على المائدة: ألم يكن من الأفضل له أن يقيم بمستشفى يا مسيو؟ هز الشاب رأسه وقال: أنت تعلم عناد هؤلاء العجائز، إنه يصر على ألا يذهب إلى هناك مهما حدث. قال كلود وهو يغادر الجناح: أتمنى له الشفاء يا مسيو. وما إن أغلق الباب خلفه حتى اتجه من فوره إلى الجناح رقم 2 وطرق بابه، جاءه من الداخل صوت خشن يقول بلهجة جافة: أدخل. لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، ساعة كاملة لإحضار زجاجة شراب. دفع كلود الباب ودخل. كان بداخل الغرفة رجلان، أحدهما أبيض الوجه طويل القامة والثاني قصير بدين. وضع كلود زجاجة الشراب على المنضدة واستدار لينصرف عندما وقع بصره على انتفاخ واضح تحت قميص الرجل الطويل. توقف كلود قائلا: هل من خدمات أخرى يا مسيو؟ قال البدين بلهجة جافة: منذ متى تعمل هنا أيها الشاب؟ قال كلود بهدوء: منذ هذا الصباح فقط يا سيدي. تبادل الرجلان النظر ثم أشار إليه البدين بالخروج. وما إن غادر كلود الغرفة حتى التفت البدين إلى زميله وقال: فليقطع ذراعي إن لم يكن هذا الشاب من البوليس الفرنسي. وقال الشاب الطويل بتوتر: وما العمل إذن؟ صمت البدين فترة مفكرا ثم قال: لابد أن نعمل بسرعة، سنحاول إنهاء الأمر بأقصى سرعة ممكنة. بعد حوالي ربع ساعة سمعت منى 3 طرقات متوالية على باب غرفتها. أسرعت تفتح باب الغرفة. قفز كلود إلى الداخل بسرعة ووضع يمناه على فمها يمنعها من الصراخ، ثم شل حركتها بيسرى. حاولت منى ركله بقدمها ولكنها توقفت عندما همس في أذنها: اهدأي أيتها الملازم، إنه أنا أدهم صبري. جلست منى على مقعد قريب وقالت ضاحكة:
لم أتصور أنك بهذه البراعة يا سيادة المقدم، لقد تغيرت ملامحك تماما حتى أنني لم أعرفك، قال أدهم وهو ينزع شاربه المستعار. الأمر بسيط جدا أيتها الملازم، لا يستحق كل هذا الثناء. صبغة شعر شقراء وعدستان زرقاوان وشارب مستعار، إن هذا أبسط أنواع التنكر التي قمت بها. ثم جلس أمامها وسألها باهتمام، ما نتائج تحرياتك؟ قالت منى، الجناح رقم 1 يقيم به فرنسي وزوجته، وهما حديث الزواج ويقضيان شهر عسل هنا في باريس. أما الجناح رقم 2 فأمره مريب، يقيم به رجلان وهما ليس فرنسيين، وإنما يحملان جواز سفر أمريكيين. تمتم أدهم باهتمام، هكذا؟ هل تعلمين أن أحدهما يحمل مسدسا تحت قميصه؟ نظرت إليه منى بدهشة وسألته، كيف عرفت هذا؟ قال أدهم بلا مبالاة، لقد أحدث المسدس انبعاجا واضحا لا تخطئه عين خبير مثلي. ثم قام واقفا واتجه إلى النافذة وهو يقول، ترى هل قام البوليس الفرنسي بتفتيش غرف النزلاء وقت اختفاء الدكتور جمال؟ لابد أنه فعل، هذا ألف باء الإجراءات البوليسية. قطب أدهم حاجبيه وقال بلهجة خافتة، أين ذهب هذا العالم إذن؟ أين؟ في الصباح الباكر هبط أدهم إلى ردهة الفندق وألقى التحية إلى موظف الاستقبال الذي رد التحية باحترام بالغ، وقال له أدهم، أريد إرسال برقية إلى شركتي في القاهرة. ناوله الرجل ورقة وقلما بهدوء فأمسك بالقلم وكتب، لم أتوصل بعد إلى اتفاق بشأن البضاعة المطلوبة، البضاعة لم تغادر شركة النقل، ما زلت في فندق بلازا. ثم ناول الورقة للرجل وألقى إليه بورقتين من فئة 100 فرنك وهو يقول، أريد إرسالها في الحال. أومى الرجل برأسه إجابا واحتراما وخرج أدهم ليستقل سيارته، وما إن دخل السيارة حتى توقف بغتة، ثم غادرها بحرص ونادى الحارس الخاص بسيارات النزلاء. جاءه الحارس مسرعا فسأله وهو يشير إلى السيارة، هل نقل أحدهم سيارتي أمس؟ هز الرجل رأسه بقوة نافيا ذلك وهو يقول، أبدا أبدا يا مسيو، أنا لم أتحرك من هنا طوال الليل وسيارتك لم تتحرك من مكانها أبدا. وفجأة وجد الرجل نفسه في قبضة أدهم الذي أمسك بتلابيبه بقوة وقال بلهجة تجمع بين الغضب والحزم، اسمع أيها الرجل، أنا لا أمزح، لقد خدشت تابلو سيارتي متعمدا عندما تسلمتها، وهذه السيارة تشبهها، نفس الأرقام واللون وحتى عداد السرعة ما عدا ذلك الخدش، فهل اختفى وحده أو أنك تظن أن خدوش العربات تلتئم كجراح البشر؟ جحظت عين الرجل لحظات ثم قال، أرجوك يا مسيو، لقد جاء صديقك أمس وأخبرني أن الأمر لا يعد أن يكون دعابة، لا أظن أن في ذلك ضررا ما، فهي نفس الماركة والموديل، ثم إنه، قاطعه أدهم غاضبا، منحك مبلغا كبيرا من المال أليس كذلك؟ بلى يا سيدي هذا صحيح، لم أجد في ذلك ضررا يا سيدي أقسم لك. دفعه أدهم بعيدا وقال، تبا لك، أسرع باستدعاء خبراء المفرقعات، فهذه السيارة مزودة بقنبلة وربما تنفجر في أي لحظة من الآن. حدق الرجل في وجه أدهم بذهول فصاح به، أسرع. هرول الرجل إلى الفندق على حين استند أدهم إلى السيارة وقال لنفسه، كل هذه الأفعال تثبت أن الدكتور جمال لم يغادر الفندق، وإلا ما أفزعتهم إقامتي فيه. بعد حوالي نصف ساعة كان خبراء المفرقعات ورجال الشرطة يحيطون بالسيارة. التفت مفتش البوليس إلى أدهم وقال، للمرة الثانية تحدث متاعب بسببك يا مسيو صبري، كيف علمت بوجود القنبلة؟ قال أدهم بجدية، لقد تلقيت تحذيرا تلفونيا. و قاطعه مفتش البوليس قائلا بحزم، هذا لم يحدث يا مسيو صبري، لقد نفت إدارة الفندق ذلك. ابتسم أدهم وقال، ربما هي الحاسة السادسة. ظل مفتش البوليس يحدق في وجهه فترة قبل أن يقول، أنت ترفض الإفصاح عن طبيعة عملك يا مسيو صبري، ولكن هذا لن يمنعني من وضعك في السجن إذا ما تورطت مرة أخرى. عاد أدهم يبتسم وهو يقول، هذا واجبك يا سيدي.
اقترب منهما خبير المفرقعات وهو يحمل قنبلة زمنية صغيرة، وقال وهو يداعبها بكفه: أنت سعيد الحظ يا مسيو صبري، لو أنك فقط ضغطت دواسة البنزين لانفجرت هذه السيارة وتحولت معها إلى شظايا صغيرة. أخذ مفتش البوليس يتأمل القنبلة ثم رفع سبابته ليقول شيئا، ولكن أدهم قاطعه قائلا: لن أغادر باريس قبل انتهاء التحقيق. ابتسم المفتش وغادر المكان يتبعه رجاله. تابعهم أدهم ببصره ثم قال: لقد انكشفت كل الأوراق، سنقاتل بوجوه عارية، وويل للمهزوم. صعد أدهم إلى غرفته مرة ثانية، وما إن فتح الباب حتى تنبهت حواسه كلها، لم يسمع صوت تحطم عود الثقاب الخشبي الذي يثبته في الباب دائما لهذا الغرض. هناك شخص ما بداخل الغرفة. قفز أدهم قفزة طويلة إلى الداخل، ثم دفع باب غرفة النوم بقدمه. كانت حقيبته مفتوحة، وبجوارها يقف ذلك الشاب الطويل الذي قابله في الجناح رقم 2. كان الشاب يمسك بيده مسدسا عاديا. ابتسم أدهم وهو يقول للشاب: هل ستطلق علي النار بهذا المسدس؟ ألا تخشى أن يصل صوت الرصاص إلى الشارع؟ لماذا لم تستخدم كاتم الصوت هذه المرة؟ تراجع الشاب خطوة إلى الوراء وقال: احذر يا مسيو، أنا لا أمزح، سأطلق رصاصها عند أول حركة مريبة. هز أدهم كتفيه وقال: ومن يحب المزاح؟ أشار الشاب إلى جهاز التليفون وقال: اتصل بالجناح رقم 2 واطلب من ريمو أن يحضر إلى هنا. ابتسم أدهم بلا مبالاة واتجه إلى جهاز التليفون وطلب الرقم، ثم قال بلهجة جزعة: يا إلهي، ما هذا؟ سأله الشاب بلهفة وقلق: ماذا حدث؟ كانت هذه اللحظة التي استغرقها توتر الشاب كافية ليقذف أدهم بجهاز التليفون وليصيب يد الشاب ويطير منها المسدس. وقبل أن ينتبه الشاب لما حدث، كان أدهم يكيل له اللكمات بقوة وسرعة، وسقط الشاب على السرير على حين أسرع أدهم بالتقاط السلاح وصوبه إلى الشاب الذي رفع ذراعيه قائلا بخوف: لا تطلق النار يا سيدي، أنا أستسلم. جذبه أدهم من قميصه وقال: أين أخفيتم الدكتور جمال؟ نظر إليه الشاب بدهشة، وقبل أن ينطق سمع أدهم صوتا خشنا يقول من خلفه: ألقي بسلاحك يا مسيو، وارفع يديك إلى أعلى. وبحركة مباغتة ترك أدهم قميص الشاب واستدار بسرعة بالغة، وانطلق دوي رصاصة وطار في الهواء مسدس الرجل البدين الذي كان واقفا بالباب. تصمر البدين من المفاجأة على حين قفز أدهم جانبا وهو يصوب مسدسه إلى الرجلين، وابتسم وهو يقول: لقد أصبح مستواكم رديئا هذه الأيام، ألن تخبرني أين أخفيتم الدكتور جمال؟ كان البدين هو الذي يتكلم هذه المرة بصوته الأجش وقال: من هو الدكتور جمال هذا؟ ابتسم أدهم وهو يصوب مسدسه إليهما: حسنا، سنوزع الأدوار، أحدكم يخبرني بمكان الدكتور جمال، والآخر سأطلق عليه رصاص، من منكم يريد أداء دور القتيل؟ صاح الشاب بفزع: أنا لا أعرف شيئا عن هذا المدعو، الدكتور جمال، أقسم لك. قبل أن يتفوه أدهم بكلمة، اقتحم رجال أمن الفندق جناح أدهم. انتهز البدين هذه الفرصة فدفع الشاب على رجال الأمن وقفز خارجا. قفز أدهم وراء البدين وصوب مسدسه إليه وهو يصيح: قف وإلا أطلقت النار. ولكنه فوجئ بأحد رجال الأمن يطوقه بذراعيه، وبآخر يهجم على مسدسه وينتزعه. أفلت أدهم من بين ذراعي الرجل وصوب لكمة قوية إلى الآخر، ثم اندفع يهبط الدرجة خلف البدين. وما إن هبط الطابق الأول حتى وجد نفسه أمام مفتش البوليس الفرنسي، وخلفه رجال الشرطة يمسكون بالبدين. صاح أدهم وهو يشير إلى البدين: هذا الرجل متورط يا سيادة المفتش. قال مفتش البوليس ببرود: أنت أيضا متورط يا مسيو صبري، وللمرة الثالثة في أقل من 48 ساعة. وفي غرفته جلس أدهم أمام مفتش البوليس الذي أخذ يقول:
أنت متهم بحمل سلاح غير مرخص يا مسيو صبري، والاعتداء على رجال أمن الفندق. تنهد أدهم ضيقا وقال: سبق وأن أخبرتك أيها المفتش أن هذا المسدس ملك لذلك الشاب الطويل، وأن اعتدائي على رجال أمن الفندق كان لهم ما يبرره. ابتسم مفتش البوليس وقال: كل المسدسات التي نجدها عندك ليست ملكا لك، أليس كذلك؟ ولديك مبررات للاعتداء على الجميع، حتى مسيو مترا نفسه، أليس كذلك؟ أشار أدهم إلى رجلين وقال غاضبا: قلت لك أنني ضبطتهما يحاولان سرقة حقيبتي. نعم أنا أصدق هذه النقطة، فهذان الرجلان من أخطر لصوص الفنادق في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد كنا نعلم ذلك وننتظر حتى يبدأ كلاهما في العمل لنقبض عليهما متلبسين. تناهد أدهم وقال: ما دام الأمر كذلك. قاطعه مفتش البوليس قائلا: ما زالت هناك تهمة الاعتداء على رجال أمن الفندق. صاح أدهم: لقد حاولوا إيقافي عندما كنت أطارد ذلك البدين. ابتسم مفتش البوليس بخبث وقال: هذا يثبت شجاعتهم، لقد سمعوا طلقا ناريا في جناحك، وعندما حضروا كنت أنت الذي يحمل السلاح. أسرع رجل الأمن الذي لكمه أدهم يقول: إنني أتنازل عن التهمة يا سيدي مفتش البوليس، مسيو صبري عميل ممتاز، ولن تغفر لي إدارة الفندق لو أنني سببت له المتاعب. نظر إليه مفتش البوليس بغيظ، ثم التفت إلى أدهم قائلا: لقد نجوت من قبضتي هذه المرة يا مسيو صبري، ولكن في المرة القادمة. ابتسم أدهم وقال وهو يلوح بذراعي: لن تكون هناك مرة قادمة يا سيدي المفتش بإذن الله. قبل أن يغادر مفتش البوليس جناح أدهم، التفت إليه وسأله: ألن تخبرني عن مهنتك يا مسيو صبري؟ ابتسم أدهم وقال: رجل أعمال مصري يا سيادة المفتش. أغلق المفتش الباب خلفه بغضب، فابتسم أدهم وتمتم بصوت خافت: رجل أعمال خطرة يا سيادة المفتش. أسفل العلم ذي اللونين الأبيض والأزرق استشاط القصير ذو الكرش غضبا وهو يقول: لا لن أوافق على الفشل هذه المرة. قال الشاب الواقف أمامه وهو يرتعد: ألا مخبرك أن هذا الرجل شيطان يا سيدي؟ لقد كشف أن السيارة مزيفة قبل أن يخطو داخلها. خبط الرجل القصير بقبضته على المكتب وصاح غاضبا: يجب أن تنتهي العملية اليوم، يجب أن ينقل الدكتور جمال إلى دولتنا الليلة، وسأشرف بنفسي على هذه العملية. ثم قال وقد ضاقت حدقتاه: لم أعد أثق بأحد منكم، سأقوم بهذه العملية بنفسي، سأستخدم طائرة خاصة. رفع الشاب حاجبيه دهشة وقال: ولكن الطائرة الخاصة لن يمكنها السفر إلى دولتنا، فالمسافة. قاطعه القصير بغضب: يا لكم من أغبياء، سأستقلها إلى إنجلترا فقط، ومن هناك أسافر إلى دولتنا، لابد أن يتم ذلك الليلة. أخبر جولدمان، ستنتهي العملية الليلة. وها قد بدأ العد التنازلي. وفي نفس اللحظة كان أدهم يجلس في غرفة منى التي أخذت تقول: إذن فهم للصانع عاديان، لقد خاب ظننا هذه المرة أيضا. قطب أدهم حاجبيه وقال: المؤلم أنني واثق أن الدكتور جمال لم يغادر الفندق، ولكن أين ذهب؟ قالت منى بتردد: ربما قتلوه وأذابوا جثته في بعض الأحماض القوية. هذا تفكير غبي، فهذا الرجل أكثر فائدة لهم وهو حي، وموته لن يفيدهم شيئا. احتقن وجه منى عندما وصفها أدهم بالغباء وقالت بضيق: إذن أين هو؟ هل تحول إلى بعض الدخان؟ استند أدهم إلى مقعده وقال وهو يمسك بذقنه ويقطب حاجبيه: هذا ما أحاول التوصل إليه. وفجأة تنبهت حواسه وقال بصوت خافت: هناك من يستمع إلى حوارنا خلف الباب. نظرت إليه منى بدهشة وسألته بصوت خافت أيضا: كيف عرفت ذلك؟
قال وهو ينهض من المقعد بهدوء. لقد توقفت الخطوات أمام الباب ولم يطرقه أحد. أين مسدسك؟ أسرعت منى تخرج مسدسها من الحقيبة وتناوله لأدهم الذي صار على أطراف أصابعه وهو يقول بصوت مسموع: ما رأيك بنزهة على ضفاف السن؟ ثم فتح الباب فجأة وصوب مسدسه إلى الرجل الواقف خلفه. ابتسم الرجل بخبث وقال: هل ستحاول إقناعي أن هذا المسدس أيضا ليس ملكا لك يا مسيو صبري؟ سقط ذراع أدهم التي تحمل المسدس إلى جانبه وقال بضيق: إنه ليس ملكي في الواقع يا سيادة المفتش. ابتسم المفتش بخبث وقال وهو يشير إلى منى: بالطبع بالطبع، لابد أنه ملك لتلك الحسناء، أليس كذلك؟ مد يده وأخذ المسدس من يد أدهم وهو يقول: احرزوا سلاح بدون ترخيص، فرصة لا تعود، وأنا أنوي استغلالها، فأنت مقبوض عليك يا مسيو صبري. هبط أدهم ومنى إلى ردهة الفندق بصحبة مفتش البوليس، وقال أدهم في محاولة أخيرة: ستثير المشاكل مع سفارتي أيها المفتش. هز المفتش كتفيه بلا مبالاة وقال: سأتحمل مسؤولية هذا يا مسيو صبري. قالت منى محاولة إيجاد حل: سأرسل برقية عاجلة إلى شركتك يا أدهم. شعر أدهم بالضيق، لم يسعده أن تعمل فتاة على إخراجه من ورطته. كان يعلم أنه من الخطأ البوح بطبيعة عمله مهما كانت الظروف. فالتفت إلى المفتش وقال: هل تسمح لي بإرسال برقية إلى شركتي؟ ليرسلوا رجلا آخر يقوم بعقد الصفقات التي حضرت إلى باريس من أجلها. تردد المفتش قليلا ثم أشار برأسه موافقا، وتوجه أدهم إلى موظف الاستقبال الذي قال: لقد وصلت برقية من شركتك حالا يا مسيو صبري. ناوله الرجل البرقية فقرأ فيها: نوافق على رأيك، البضاعة لم تغادر شركة النقل، استمر في محاولة عقد الصفقة. ناول أدهم البرقية إلى مفتش البوليس وهو يقول: لعل هذه تقنعك بما أخبرتك به. قرأ مفتش البوليس البرقية بتمعن ثم ابتسم وقال: إنها تبدو بريئة ظاهريا يا مسيو صبري، ولكن من يدري، ربما كانت من ذلك النوع المكتوب بالشفرة. وأنت تبدو كرجال المافيا يا مسيو صبري. زفر أدهم بضيق وقال: حسنا، أنت مصر على اعتقالي، سأرسل إذن برقية إلى شركتي. بينما كان أدهم يخط البرقية سمع ذلك الصوت المميز لسيارات الإسعاف، فسأل موظف الاستقبال: ماذا حدث؟ هل أصيب شخص آخر في الفندق؟ إنه ذلك العجوز مسيو فرانسوا، لقد أصيب بنوبة جديدة وأعطاه الطبيب بعض المهدئات، ولقد أصرح في دهو مسيو جان لوي على نقله إلى المستشفى هذه المرة. شاهد أدهم رجال الإسعاف وهم يسرعون إلى المصعد، وما أن انتهى من كتابة البرقية حتى كانوا يحملون العجوز على محفة ويسرعون به إلى عربة الإسعاف. ناول أدهم البرقية إلى موظف الاستقبال وقال: حاول إرسالها في الحال، يجب أن تصل إلى القاهرة اليوم. ثم تسمر فجأة وجذب البرقية وقال للرجل المندهش: لا عليك، لن أرسل أي برقيات. وأمسك برسغ منى وقال وهو يسرع إلى الخارج: آسف يا سيادة المفتش، لن أستطيع الانتظار. صاح المفتش وهو يخرج مسدسه: قف يا مسيو صبري، وإلا أطلقت النار. تجاهل أدهم تحذير المفتش وقال لمنى وهما يعدوان إلى خارج الفندق وسط ذهول النزلاء: أسرعي، يجب أن نلحق بعربة الإسعاف هذا. وفي لحظة واحدة فتح باب السيارة البورش ودفع منى داخلها، ثم قفز إلى مقعده من الباب الآخر. وقبل أن يصل المفتش إليهما كان ينطلق بالسيارة مسرعا خلف سيارة الإسعاف التي أطلقت سرينتها واندفعت بسرعة كبيرة. صاحت منى: هل استعدت سيارتك؟ ابتسم أدهم وقال وهو يزيد من سرعة السيارة: لا، هذه هي السيارة التي كانت تحتوي على القنبلة،
سأستخدم سيارتهم لإحباط خطتهم. هل لاحظت هذه المهزلة؟ أشارت منى إلى سيارة الإسعاف التي زادت من سرعتها هي الأخرى وصاحت بدهشة. هل تقصد هذه السيارة؟ قاطعها أدهم قائلا. نعم، هذه السيارة مزيفة، والعجوز الراقد بداخلها ليس سوى الدكتور جمال. حمدا لله أنني تنبهت إلى ذلك في اللحظة الأخيرة، وإلا أفلت منا للأبد. اجتازت سيارة الإسعاف مدينة باريس متجهة نحو الضواحي وهي تنطلق بأقصى سرعة، وخلفها السيارة البورش التي يقودها أدهم صبري وبجواره منى. يتبعهما عدد من دراجات الشرطة البخارية وسيارة تقل مفتش البوليس الفرنسي. كان الموقف عجيبا، أدهم يطارد سيارة إسعاف والشرطة تطارد أدهم. صاح سائق سيارة الإسعاف محدثا جان لوي: ما الذي أحدث؟ ألن تخبرنا أن أحدا لا يشك فيكما مطلقا؟ قال جان لوي بارتباك: ها؟ لم يحاول أحدا إيقافنا ونحن نغادر الفندق. لا بد أنهم يطاردون ذلك الأحمق الذي يقود السيارة البورش بهذه السرعة. صاح سائق السيارة بغضب: هذا الأحمق الذي يقود السيارة البورش ضابط في المخابرات المصرية. أعلم ذلك، أعلم ذلك، لقد كدت أقتله ذات مرة ولكن رصاصتي أصابت يائيل. قال السائق وهو ينحرف بالسيارة إلى طريق جانبي: استخدم مواهبك في إطلاق النار على عجلات السيارة لعلك تفلح هذه المرة. أخرج جان لوي نصفه العلوي من النافذة وأخذ يطلق النار على السيارة البورش محاولا إصابة عجلاتها. انحرف أدهم بسرعة ليتفادى الطلقات النارية وصاح: اطلق النار. أخرجت منى مسدسها وحاولت إصابة سيارة الإسعاف، ولكن المناورات التي كان يقوم بها أدهم منعتها من دقة التصويب، فقالت له: حاول الاقتراب من الجانب الأيمن وقد أستطيع إصابة عجلات السيارة. صاح بها أدهم غاضبا: أيتها المجنونة، هل تحاولين إصابة عجلات السيارة والدكتور جمال بداخلها؟ لقد قصدت أن تطلق النار على ذلك الوغد الذي يمطرنا بالرصاص. ناوليني هذا المسدس. ناولته منى المسدس بحركة آلية فتناوله بيسرى، ثم انتبهت هي إلى أنه سيقود السيارة ويطلق النار في آن واحد فصاحت: انتبه، أنت للقيادة وسأطلق أنا النار. تجاهلها أدهم وانحرف بسيارته بحركة حادة وأطلق رصاصة واحدة بيده اليسرى. على حين ظل ممسكا بمقود السيارة بيمنها، أطاحت الرصاصة بمسدس جان لوي الذي صاح متألما، ثم عاد إلى مقعده وهو يسب ساخطا: اللعنة، هذا الرجل شيطان، شيطان بحق، لقد أصب مسدسي ببراعة رغم أنه يقود السيارة. لم يزد سائق الإسعاف على أن قال اللعنة، ثم انحرف يسارا بحركة حادة، وهنا جاء دور أدهم ليصيح اللعنة، ثم أوقف سيارته وحاول الصعود إلى ذلك الطريق الفرعي إلى يساره عندما اعترضته سيارة الشرطة التي تقل مفتش البوليس وأحاطت به دراجات الشرطة البخارية. قفز أدهم من السيارة صارخا: أيها الحمقى، اطرقوا لي طريقا لألحق بهذه السيارة. صوب مفتش البوليس مسدسه إلى رأس أدهم وهو يقول: كفى خداعا يا مسيو صبري، لن تفلت من قبضتي هذه المرة. صاح أدهم متوترا وهو يشاهد سيارة الإسعاف وهي تبتعد بسرعة: إنك تعوق عملية كبرى أيها المفتش، هذه السيارة المزيفة تقل الدكتور جمال عمار، هل سمعت بهذا الاسم قبل الآن؟ ظهرت الدهشة على وجه المفتش وهو يردد: الدكتور جمال عمار، العالم المصري المختفي؟ ثم عاد يقول بعناد: لن تخدعني هذه المرة أيضا يا مسيو صبري. صاح أدهم وقد كاد يفقد صبره تماما: أخدعك؟ هل شاهدت عربة إسعاف من قبل يطلق رجالها الرصاص؟ يطلق رجالها الرصاص؟ هل يقود هذا الطريق إلى مستشفى؟ أي مستشفى؟ ومن حسن حظ أدهم أن مفتش البوليس كان ذكيا سريع الفهم، فأغمد مسدسه وقال وهو يقفز في سيارته: أسرع أيها المصري، سنلحق بهم، أسرع وسنتبعك. قفز أدهم إلى سيارته وقبل أن ينطلق بها سمع المفتش يقول: لقد فهمت طبيعة عملك أخيرا أيها الزميل. انطلقت السيارة البورش تنهب الطريق، ومن خلفها
سيارة المفتش ودراجات الشرطة البخارية. كان أدهم يقول بغضب: لقد أضعنا وقتا ثمينا بسبب هؤلاء الحمقى. قالت منى: لقد ساعدك مفتش البوليس مرتين، مرة عندما سمح لك بمطاردة السيارة، ومرة أخرى عندما لم يطلق عليك النار في الفندق. قال أدهم بلا مبالاة: كنت أعلم أنه لن يطلق النار، فالبوليس الفرنسي حازم جدا في هذه النقطة، ولم يكن المفتش يمتلك دليلا يكفيه لإطلاق النار علي، ولذا فلن يجد ما يبرر به فعلته لو أنه أقدم عليها، ثم إنني أجنبي وهذا سيسبب مشكلة. ابتسمت منى وسألته: هل تفكر هكذا دائما بمنتهى العقل؟ أجابها باختصار: دائما. ثم أشار إلى طائرة بعيدة وقال: انظري، ها هم، إنهم يحاولون نقله إلى الطائرة. يا إلهي، سيعملون على تهريبه، لا بد أن نلحق بهم. ضغط أدهم على دواسة البنزين بقوة، فانطلقت البورش بأقصى سرعة برغم وعورة الطريق، وأخذ أدهم يقودها بمهارة. وعندما نظرت منى إلى وجهه كان جامدا وعيناه مركزتان على الطريق. عجزت سيارة المفتش على أن تساير البورش في تلك السرعة الفائقة بسبب وعورة الطريق. قال أدهم وهو ينظر إلى الطريق: رباه، لقد انتهوا من نقله إلى الطائرة، لا بد أن نصل بسرعة، سيحاول هؤلاء المجانين إيقافنا. ثم قذف إليها بالمسدس وقال: عندما أوقف السيارة ابدأي في إطلاق النار فورا، وسأحاول أنا الوصول إلى الطائرة. كانت الطائرة تستدير استعدادا للإقلاع عندما أوقف أدهم سيارته بحركة حادة وقفز منها وأخذ يعدو في اتجاه الطائرة. وفي نفس اللحظة احتمت منى بالسيارة وأخذت تطلق النار على سائق الإسعاف ومعاونيه، وهم يحاولون التصويب على أدهم. وسرعان ما وصلت سيارة المفتش ودراجات الشرطة وسيطروا على الموقف تماما. وصاح المفتش وهو يشير إلى الطائرة: انظروا، مستحيل، ما الذي يحاول هذا الرجل فعله؟ كان أدهم يعدو وراء الطائرة بإصرار وسرعة عجيبين، وكأن إرادته كلها قد تركزت في ساقيه. لم تكن الطائرة قد بلغت سرعتها الكافية للتحليق بعد، وكان مفتش البوليس يراقب هذا المشهد بذهول وهو يخاطب منى صائحا: انظري إلى ما يحاول هذا الرجل فعله، إنه يحاول اللحاق بالطائرة، هذا مستحيل. ابتسمت منى وهي تتابع هذا المشهد العجيب قائلة: لو أنك تعرف أدهم صبري كما عرفته أنا يا سيادة المفتش لما نطقت بكلمة مستحيل. صاح المفتش بذهول وهو يشير إلى الطائرة: انظري، يا للعجب، لقد نجح بقفزة ماهرة في التعلق بجناحها. يا إلهي، الطائرة تحلق وهو يحاول فتح بابها. كانت الطائرة قد ارتفعت عن الأرض عندما حاول أدهم بإصرار فتح بابها. كانت الطائرة من نوع صغير الحجم يتسع لأربعة ركاب على الأكثر بالإضافة إلى الطيار، وبداخلها كان يجلس ذلك الرجل القصير الذي شاهدناه في المبنى الذي يعلوه العلم الأبيض والأزرق، وبجواره الدكتور جمال في غيبوبة كاملة. كانت دهشة الرجل القصير عظيمة عندما فوجئ بباب الطائرة يفتح وبأدهم يقفز داخلها وهي في الجو. وفي تلك اللحظة تمنى لو أن الباب الذي يفصله عن كابينة الطيار لم يكن موجودا، ولكنه حاول أن يخرج مسدسه، إلا أن سرعة استجابته كانت تتهاوى صفرا بالقياس لسرعة أدهم. وبمجهود بسيط أصبح المسدس في يد أدهم الذي صوبه إلى القصير قائلا: مدى زمن طويل منذ التقينا آخر مرة يا سيد إليعازر. توسل إليعازر بصوت ذليل: مسيو أدهم صبري، لننسى أحقادنا القديمة، ولكن كيف توصلت إلينا؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال: لم يكن الأمر عسيرا يا إليعازر، صحيح أنه كان غائبا عن ذهني تماما حتى شاهدت رجال الإسعاف وهم يسرعون بالعجوز إلى عربتهم. برغم أن معلومات الطبية قليلة، إلا أنني أعلم جيدا أن نوبات الهياج التي تصيب كبار السن ليست من الخطورة لدرجة أن يتم نقلهم بهذه السرعة التي تعرضهم لأضرار أعظم. وهنا قفز الحل إلى ذهني فجأة، وكانت خطة بارعة منكم.
شاب ينزل في الفندق بصحبة جده المريض الذي لم يكن سوى أحد رجالكم متنكرا، ويصاب هذا الجد المزيف بنوبات هياج، وكان من الطبيعي أن يستدعي الشاب طبيبه الخاص الذي هو أيضا أحد رجالكم، ويرفض استدعاء طبيب الفندق حتى لا يكشف الخدعة، وتتكرر نوبات الهياج حتى يعتاد عليها النزلاء فلا يثير انتباههم الصخب الذي يحدثه الدكتور جمال عند اختطافه، ويتم تخدير الدكتور جمال وتقومون بحلق شعر رأسه وإضافة شارب مستعار، وبالاستعانة ببعض أدوات المكياج يتحول إلى الجد العجوز، وفي نفس الوقت يزيل الشاب الذي كان متنكرا في هيئة الجد مكياجه ويهبط بهدوء وسط زحام نزلاء الفندق ويغادره دون أن يشعر أحد. إنها خطة بارعة بحق، فلن يفكر أحد في مجرد الشك، لأن العجوز يقيم بالفندق قبل اختفاء الدكتور جمال بثلاثة أيام. جفف إليعازر عرقه وقال باضطراب: رائع رائع يا مسيو صبري، أنت في غاية الذكاء، وذكاؤك سيدفعك إلى الموافقة على العرض الذي سأقدمه لك. ابتسم أدهم ساخرا فتابع إليعازر قوله: ما رأيك في 10 ملايين من الدولارات عدا ونقدا في الحال ومظلة هبوط؟ قال أدهم بلهجة ساخرة: لأقفز من الطائرة بالمظلة والملايين العشرة وأترك لك الدكتور جمال؟ صاح إليعازر بلهفة: بالضبط، ألم أقل لك أنك ذكي يا مسيو أدهم؟ أرخى أدهم مسدسه قليلا وقال: أين هي هذه الملايين العشرة؟ أسرع إليعازر يلتقط حقيبة ضخمة بجواره وناولها لأدهم وهو يقول بلهفة: ها هي ذي، يمكنك أن تعدها، ها هي المظلة. عندما استدار إليعازر ليناول أدهم المظلة وجد المسدس مصوبا إلى رأسه، وسمع أدهم يقول ساخرا: المخابرات المصرية تقدم لك الشكر يا السيد إليعازر على هذه الهدية الظريفة، أعذرني لا بد أن أفقدك الوعي. صدرت صيحة مكتومة من إليعازر عندما ناوله أدهم ضربة فنية على مؤخرة عنقه، غاب بعدها عن الوعي تماما. عندما شعر الطيار بالباب الذي يفصله عن الركاب يفتح، قال دون أن يستدير: هل حدث ما يسيء يا سيد إليعازر؟ تسمرت يداه على عجلة القيادة عندما جاءه صوت أدهم قويا يقول: بالعكس، لقد صارت الأمور على خير ما يرام، والآن هل تسمح لي بالعودة إلى نقطة البداية؟ كان رد فعل الطيار سريعا، فدار بالطائرة دورة رأسية أخلت بتوازن أدهم، ولكن ما إن عادت إلى وضعها الأفقي حتى قفز أدهم موجها ضربة إلى مؤخرة عنق الطيار الذي فقد الوعي في الحال. أسرع أدهم يزيحه عن مقعده ثم يسيطر على الطائرة قبل أن تسقط، وما إن استقرت الطائرة دار بها أدهم دورة أفقية ثم اتخذ طريق العودة وهو يقول باسما: 10 ملايين دولار وطائرة، واستعادة الدكتور جمال حيا. لا أعتقد أنني أبالغ لو قلت أن المهمة قد نجحت. أشار مفتش البوليس الفرنسي إلى الطائرة وصاح بإعجاب: لقد نجح هذا الرجل، يا له من رجل، ها هي ذي الطائرة تهبط ثانية، هذا أعجب عمل رأيته في حياتي، لقد حقق هذا الرجل ما كنت أظنه مستحيلا. قالت منى وهي تتأمل الطائرة التي هبطت ببراعة: لا أعتقد أنه يوجد مستحيل ما دام الأمر يتعلق بأدهم صبري يا سيدي المفتش، ولو صحت توقعاتي سيكون المجد كله من نصيبك. التفت إليها المفتش بدهشة وهو يقول: أنا؟ أمسك مدير المخابرات الحربية المصرية بجريدة لوموند الفرنسية وأخذ يقرأ بصوت عال عناوينها الرئيسية قائلا: مفتش بوليس فرنسي ينجح في العثور على العالم المصري المختفي، السفارة المصرية بباريس تقيم حفلا لتكريم المفتش الفرنسي. ثم التفت إلى أدهم ومنى قائلا: هكذا عملنا دائما، النجاح ينسب إلى الآخرين والفشل فضيحة. قال أدهم: ليس من المهم لمن ينسب الفضل يا سيدي، المهم هو النجاح نفسه. أومأ اللواء عاطف برأسه قائلا: هذا صحيح،
هل قرأتم ذلك الخبر الصغير المنشور في صفحة الاجتماعيات بنفس الجريدة؟ ثم أمسك بالجريدة يقلب صفحاتها حتى توقف عند خبر قصير وبدأ في قراءته: عودة الملحق العسكري جول إليعازر إلى دولته بصفة نهائية. ضحك أدهم وقال: أنا لا أحسده على ذلك، ولعله كان يفضل أن يضعه البوليس الفرنسي في السجن. أشار مدير المخابرات إلى منى وسأل أدهم: والآن بعد انتهاء المهمة بنجاح أيها المقدم، ما تقييمك للملازم منى؟ امتقع وجه منى وأسرعت ضربات قلبها، كانت تعلم جيدا كثرة الأخطاء التي ارتكبتها في هذه المهمة، وتعلقت عيناها بوجه أدهم وهو يقول: بالنسبة لها كمبتدئة فهي، ثم التفت إليها مبتسما وهو يكمل: ممتازة. تنهدت منى بارتياح وأغلقت عينيها وسمعت مدير المخابرات يقول: هذا رائع، كنت أظنك ستهاجمها. هز أدهم كتفيه وقال: ربما كانت تحتاج إلى المزيد من التدريب، ولكن بالنسبة لأن هذه أول مهمة تسند إليها فقد أدتها ببراعة. فقام اللواء عاطف وصافح أدهم بحرارة وهو يقول: القوات الجوية تتقدم إليك بالشكر أيها المقدم، ويسعدها استقبالك دائما في مطاراتها المتعددة. ثم صافح منى وقال: مرحبا بك عضوة فعالة في المخابرات الحربية أيتها الملازم. بعد أن غادر أدهم ومنى حجرة مدير المخابرات، التفت مدير المخابرات إلى اللواء عاطف وقال: هل رأيت كيف يؤدي مهامه؟ لقد كلفناه إحضار الدكتور جمال عمار، فقام بالمهمة على أكمل وجه، وأضاف إلى رصيدنا 10 ملايين دولار. هل كنت تتصور ذلك؟ هز اللواء عاطف رأسه مبتسما وقال: بعد أن قرأت التقرير الذي قدمه، وبعد أن استمعت إلى تفاصيل المهمة التي استغرقت أقل من 48 ساعة، أستطيع أن أقول إن هذا الرجل يستحق بجدارة اسم رجل المستحيل. تمت بحمد الله.